اليوم راح تعيشوا تجربة جميلة جداً. كثير محمسة لأعرف شو التحدي، شو هن المعايير. هناك قلق ما داخلي نفسي من المجهود. ها قد جئتكم ومعي رسائل ممتلئة. هم كم سئلت أي البلاد أجمل في شبابي، ولكن في مشيبي علمت أن بلاد العرب جميلة بوحدتها. تحدي القراءة العربي الليلة 8 بتوقيت السعودية على MBC 1.